احنا معانا ايمان. اهلا يا ايمان. ايمان معانا؟ ايوه، ايوه حبيبتي اتفضلي. ازاي حضرتك؟ اسمك دعاء. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيكي. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي يا استاذه ايمان. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. دلوقتي انا اسمي ايمان وعندي 26 سنه، متجوزه بقالي 3 سنين دلوقتي. عندي ولدين، بس انا بعد الجواز اتصدمت بجوزي جدا. يعني انا كنت اعرفه قبلها بفتره حوالي سنه ونص، وهو اكبر مني بسنه، فانا كنت واخده الموضوع ان احنا الاثنين عندنا طموح ونبني نفسنا ونشتغل. ما كنتش باصه ان هو يبقى معاه فلوس او حاجه، قد ما انا كنت شايفه الموضوع اكتر ان احنا الاثنين متفقين ومتعلمين، فهنعرف نطلع مع بعض ونبني بعض ونعمل اسره سويه نفسيا. لما اتجوزت، وانا اصلا سكنت في بيت عيله، بعد ما اتجوزت بعدها على طول، اول ما خلفت ابني الاولاني دوت، قبل ما اكمل الـ40، انا كنت والده قيصري ضربني، مد ايده عليا، فانا ساعتها قعدت مربعه ايدي ومش عايزه اخد اي رد فعل عشان اصعب عليه، ما صعبتش عليه خالص، كمل فيا ضرب. لا جه حول. بعديها انا دخلت بابا، وبابا من النوع اللي هو طيب قوي، ما بيبقاش مش عايز يخرب البيت، مش عايز يعمل مشكله. فبعد كده لما بدا يضرب تاني، انا بصراحه حسيت ان حقي الاولاني ما جاش، فبدأ يضربني تاني مرة، كنت حامل في ابني التاني، فأما مد ايده عليا صعب عليا نفسي قوي ان هو بيمد ايده وانا حامل، فبدأت امد ايدي عليه انا كمان. يعني انا الاول مرة ما رضيتش اخد اي رد فعل عشان اصعب عليه وعلشان يحس ان انا متضايقة ان هو بيعمل كده، بدأ يتمادى تاني، وساعتها عضني في جسمي وعلمني جسمي وورمهولي، عضك. عضني في ايدي وورمني جسمي، فانت بقى كرد فعل رحت انت كمان دفعتي عن نفسك ضربتي. انا ضربته عشان صعب عليا نفسي ان انا حامل وانت ايوه مش فارق معاك حاجه. ايوه ساعتها برضو لما كانت عملتي كده اول حصل ايه المشاكل، بقى هو؟ هو اول المشاكل اصلا كان كل ما يحصل حاجه يخبي مني التليفون، ياخد البامبرز بتاع الولد، يخبي الشامبو، ياخد الذهب، ياخد مفتاح الشقه، ياخد بطاقتي، اي هذا حاجه سبحان يعمل الله، كل يعني ده ويخلق ما لا تعلمون. طفل. والله العظيم ويخلق ما لا تعلمون. طب وبعدين؟ لكن انت دلوقتي بقى لو عمل لك حاجه بقيتي تردي تدافعي عن نفسك او هو تضربي؟ انا بصراحه الاول لما كان بيتخانق كان عندي فيه شويه، كنت برد عليه الكلمه بكلمه وما بسكتش، ايوه بعد كده بقى عندي نضج شويه وبقى عندي مسؤوليه ان انا عندي ولد وحامل في التاني، فما بقى يتكلم ما بقتش برد عليه ولا بحلو ولا بوحش، اه كاني هوا قدامي بتلاشى نهائيا. تمام. كان بيضايقني فالمشكله الضرب. كده بتخلص؟ لا، ما هو مش بيسيبني، هو بيبقى عايز يكلمني في نفس الثانية اللي أنا مخنوقة فيها، عايز يلم الموقف في وقتها، ايوه. فبتعملي ايه بقى؟ فأنا ما بيسيبنيش في حالي. آخر بقى مشكلة دي أما كان عاضدني وضاربني، أنا كان واخد مني البطاقة، أنا بصراحة كنت هنزل أعمل محضر، لأن أنا برضو كان إحنا في الـ3 سنين معدل كل شهر لازم، يوم ما بنتخانقش بنتخانق خناقة طب كل استني شهر. يا ايمان، قبل ما نروح لحكايه اخر مشكله، هو بيبقى ايه السبب؟ يعني هو بيقوم يضربك، ده ايه السبب؟ مختلفين في اي حاجه حاجه مثلا؟ اتدينا مع بعض، هو بيقول لي انت تقولي حاضر نعم طيب، مفيش مناقشه، مفيش جدال، مفيش ازاي اي حاجه يعني؟ من الحاجات دي. طب ما طيب انا واحده ماشي ماشي متعلمه ماشي، وانت حاضر متعلم. طيب نعم مفيش مشكله، بس لو حاجه غلط مثلا اقول برضو حاضر طيب؟ يقول لي طالما مش بقول لك حاجه حرام يبقى انا ما بقولكيش حاجه غلط. طب ما تدينا مثال، معلش برضو يعني ادينا مثال كده، ايه اللي حصل فقام ضربك وانت قلت له لا؟ لا، هو المشاكل اللي بتحصل مثلا ان هو اما بيقوم يضربني بنبقى شادين مع بعض، ده كان اول الجواز، نبقى شادين مع بعض، فانا اعصابي تعبت فعليت صوتي، ازاي اعلي صوتي؟ يقوم ضاربني. ودلوقتي بس على فكره انا والله كل مره كنت ببقى رد فعل التصرف، ايوه يعني انا بدي حضرتك مثال، اول مره ضربني انا كنت قاعده مربعه ومستنيه عماله ابص له على اساس ان انا اصعب عليه، ما كنتش بصعب عليه، بكمل ضرب، ماشي. وكانت بطني لسه مفتوحه، ما كملتش 40 يوم والله. طب عندي سؤال، انت ليه حملتي تاني بقى؟ لا، دي كانت غلطه، يعني غلطه حملت على الوسيله. وندمان عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ماشي، الحمد و... لله. ودلوقتي بقى سؤالك إيه؟ لا، ما انا بقى بكمل لحضرتك. اخر مشكله حصلت دي، انا كنت والده، كنت داخله اولد ابني الثاني دوت، وحرفيا كانت نفسيتي زي الزفت، كانت تحت السخر، قبلها باسبوع بينكد عليا
وخناق وزايد قبل الولاده بيوم، صدينا مع بعض، فعايز يزقني يخرجني من الاوضه ما نمش في الاوضه، وانا ما بعرفش انام في الشقه غير في الاوضه دي. فزقني فبيزقني في ظهري، فبلف بحوشه، والله ما قصدي اضربه، بلف بحوشه عشان انبهه ان انا خلاص ظهري مش قادره منه. حضرتك اكيد عارفه اني قبل طبعا الولاده وفي الشهر التاسع كنتش قادره والله فعلا، كان ظهري متضم. بيزقني في ظهري بلف بحوشه، بقول له حرام عليك انا راح حاولت بكره، بفوقه قام لاطفني بالقلم فاكرني بضربه. اما دخلت اهلي بيحلف بالله ان هو ما ضربنيش، وغير كده هو اصلا بيكذب كتير يعني. كذب ده اوحش صفه. كان قايل قبل كده اني هو كان ضيع منه شيك ب 140 الف جنيه، انا كان والدي والدتي جايبين لي ختمين ذهب وحلق قبل ما اتجوز. فحصل موقف عندنا في البيت، حصل ظرف معين، فوالدتي طلبت مني الذهب ده، هو مش هو اللي جايبه، بس انا روحت اتجوزت بيه. فاكيد طبعا اني لازم اقف جنب اهلي. طبعا على فكره هو قصاد الموقف ده لو حد من اهله كان وقع في الموقف ده انا كنت ممكن اساعد على فكره واديهم الذهب. تمام. فلما لقيت منه رد فعله كده اتضايقت، انا توقعت ان هو يقول لي خدي بقى الذهب واديه لاهلك نفك الضيقه بتاعتهم. هو عمل ايه بقى لما انت بعتي الذهب؟ جالي ثاني يوم قال لي، انا هو شغال في شركه كبيره يعني، جالي ثاني يوم وقال لي انا الشيك بتاعي ضيع مني شيك ب 140 الف جنيه، ولو ما وديتش فلوس الشيك ده هتحبس. انا بصراحه صدقت، وانا مش هصدق اي حد عبيط، فصدقته وثقت في كلامه وكنت رايحه ابيع له الذهب. بس ماما لفتت نظري قالت لي انت اتاكدي من الموضوع دوت، اتاكدي ان هو فعلا طلع بيكذب يعني. بيكذب. انا بقى كلمته مديرته في الشغل بحسن نيه علشان عايزه اقف جنبه، هو مش راضي يوقفني جنبه في كل الطرق. فطلع ان هو بيكذب. طلع بيكذب اصلا ومفيش حاجه ضايعه، ومكمل في التمثيل 3 ايام واهله بيكملوا معايا. لا حول ولا قوه الا بالله. اهله مكملين. طب يا ايمان عشان وقت الفقره انا عايزاكي تقولي بقى سؤالك ايه؟ ماشي. اخر ليه ايمان الخط قطع؟ ليه ايمان؟ احنا هنكلمك في الحلقه الجايه، لازم هنكلمك عشان نعرف بقيه القصه. هو لغايه دلوقتي يعني ممكن تجاوب عليها لحد اللي احنا سمعناه دلوقتي سريعا؟ هو نفس الجواب بتاع اللي هو لا يجوز ان هو الانسان يمد ايده. وبعدين بعض الناس بقى اللي بتتفلسف يا اخوانا اللي هو مولانا بقى واضربوهن يا مولانا، اركن على جنب دلوقتي عشان مش ناقصه الناس دي. الحاجه الثانيه ان الذهب بتاعها ملكها، فهي حره التصرف في هذا المال. بالظبط.